امرأة أصيبت بمرض السرطان في الأرحام. نعم. ثم أجريت لها عملية وتم استئصال هذا المرض ولله الحمد. نعم. وهي تعيش الآن في أحسن حال، لكن لم تخبر زوجها بأنه قد أجري لها هذه العملية ولم تخبره بالمرض، علما بأن الأطباء قد أخبروها بأنها لن تنجب في المستقبل، وقد أخبرت زوجها بأن لديها عذر يمنعها من الإنجاب، فرضي الزوج بذلك. سؤالها: هل لا بد من أن تخبر زوجها الآن بما حصل لها بالتفصيل وبما كان معها من مرض، أم يكفي الذي قالت له؟ تخبره بالحقيقة، وهي معذورة، تخبره بالحقيقة وهي معذورة، هذا من الصدق، من الصدق مع الزوج، وهي معذورة، ليس هذا باختيارها، شيء كتبه الله عليها. نعم.